محمد بن سعيد الجنيبي يغير الى صدارة هذا الشوط وينطلق، بينما الوصول من مصفوط لمحمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاداء المتميز. بينما انتقل الى المركز الرابع فوصل في هذه اللحظات مذخور لاحمد بن راشد بن سالم الغيلاني يقدم لنا شعاره في هذا الصباح. بينما المركز السادس هنا الانطلاقة والتحديات المثيرة مع الانطلاق المميز، هذا هو شداد لبخيت بن راشد بن سيف الشامسي. انتقل الى المركز السابع فاجد هنا ديدار لايمن بن مسلم بن سالم الفزاري واصل بهذا الانطلاق الجميل. بينما المركز الثامن تحرك جزيل لخليفه بن سيف بن كاسب المسافري. بينما المركز التاسع هذا هو ملبي لهادف بن حميد بن عوي الشامسي. بينما المركز العاشر فوصل في هيمان ليمعى بن عامر بن تريس المنصوري. هذه النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المميز من خلال منافسة وتحديات عاصمة الميادين هنا مع منافسات وتحديات الهجن العربية الأصيلة والمشاركات المميزة التي تأتي من جميع ميادين دول مجلس التعاون للمشاركة في هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين والذي يعتبر الرقم واحد في جميع الميادين. أعود إلى المركز الأول إلى الفارع اللي غير إلى الصدارة وانطلق إلى مقدمة هذا الشوط بشعار محمد بن علي بن محمد الينيبي القادم بالأداء الجميل والمتصدر على المركز الأول وعلى الكادر العلوي من قناة ياس. بينما بن مشيط يقدم لنا مصفوف القادم مع المركز الثاني، هذا مصفوط، هذا بن مشيط محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري هنا ياتي مع المركز الثاني. بينما انتقل الى المركز الثالث مع انطلاقة مذخور لأحمد بن راشد بن سالم الغيلاني ياتي وقادما من سلطنة عمان ومن ولاية جعلان بوجه التحديد، اسم معروف في عالم سباقات الهجن، دائم يقدم لنا النوعيات المميزة سواء فهنا في التمهيديات ولا في المهرجانات الكبيرة. راشد بن سالم الغيلاني لحضور كبير وأداء مميز بهذا الشعار. انتقل إلى المركز الرابع وأجد هنا شداد القادم هنا لبخيت بن راشد بن سيف الشامسي ياتي مع المركز الرابع في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس هيمان الواصل ليمعى بن عامر بن تريس المنصوري هنا بالأداء المميز. هذا الشبابي لمحمد بن صغيرون بن حميد الدرعي ايضا يصل ضمن الواصلين على المركز السادس. يا سلام، الكيلو الاخير يا جماعه يا مضمرين، اشوف الشوط هادي ما زال في هدوء، الكل متمسك باعصابه، الكل متمسك، لكن التغيير بدا في هذه اللحظات وبدا الهجوم، مذخور أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني على الصدارة على المركز الأول، يتقدم بإبداع، يتقدم بتميز. المركز الثاني الفارع محمد بن علي بن محمد الجنيبي، وثالثا بن مشيط مع مصفوط محمد بن حمد بن مشيط المري. لكن الغيلاني والعصا في الأبطان، الغيلاني والعصا في الأبطان يطير هنا مع الانطلاق، لكن المري قادم، المري بن مشيط يقدم مصفوط ومذخور. أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني، إلى الغيلاني السلام، إلى الغيلاني الإبداع، سلام. اللحظات الأخيرة، تهانينا لراشد بن سالم بن علي الغيلاني على هذا الفوز وفوز مذخور. سلام جعلان، سلام على هذا الفوز.
الفوز والانتصار. الجميل المركز الثاني مبسوط محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. المركز الثالث كان هناك حاضر الفارع محمد بن علي بن محمد النيبي. المركز الرابع مع الأداء الجميل والتحدي المميز هناك مع المركز الرابع شداد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي. والمركز الخامس الشبابي محمد بن صغيرون بن حميد. الدرع يعود الى الابداع الجميل وفي الاعادة هنا نجد الابداع المميز. 6 دقائق 9 ثواني 8 اجزاء من الثانية مذخور احمد بن راشد بن سالم بن علي الغيلاني. والتهنئة لك يا راشد بن سالم الغيلاني على ابداعاتك ولمساتك المميزة في عالم التضمير. 6 دقائق 10 ثواني جزئين من الثانية. أدى عرضة يشكر عليه ويشكر مالك مصفوط محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. أبدعت هنا وأتى على المركز الثاني بينما المركز الثالث 6 دقائق 12 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. الفارع لمحمد بن علي بن محمد بن سعيد الجنيبي. أدى عرضة جميل. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.